من ضمن العادات الاجتماعية يمكن السائدة جدا في الريف المصري هي زواج الأبناء في بيت العيلة. الفكرة دي يعني دي مش بس فكرة، ده هي مطبقة من سنين طويلة جدا، من عشرات السنين، بدأت تنتقل بشكل كبير جدا للقاهرة. بنلاقي دلوقتي الأب بيبني بيت ليه والأولاد، والكل يعني ولد منهم بيبقى مخصص ليه مكان، ده لو الأسرة مقتدرة. أما لو الأسرة غير مقتدرة فأحيانا بيضطر الابن إن هو يتجوز في نفس المكان اللي والده ووالدته ساكنين فيه، بمعنى برضو في بيت العيلة. طبعا أكيد كل شاب وشابة بيحلموا بأن هم لما يتجوزوا يكون ليهم بيت الزوجية المستقل عن بيت العيلة أو الأهل، عشان يتحرروا ويستقلوا بحياتهم من يمكن الفكر الأسري، الفكر العائلي اللي أحيانا البعض بيصفه بأن هو سجن، حتى يقدروا يمارسوا حياتهم بطريقتهم الخاصة ومن غير ما يكون في تدخل من أي فرد من الأسرة. ومنعا لحدوث أي تصادم أو اصطدام بين الزوجات والحموات، بيكون الزوج في الحقيقة هو الضحية الوحيدة للتصادم ده. لكن لو كان الاختيار اللي قدام البنت إن هي تعيش في بيت عيلة، هل هتقبل ولا هترفض؟ تعالوا نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا اللي منورينا النهارده، ما بين مؤيد ومعارض او معارض وحد لا مؤيد ولا معارض يعني. فيسعدنا ان يكون ضيوفنا اللي منورينا في الفقره دي الاستاذه دعاء عبد السلام الكاتبه الصحفيه. صباح الورد يا استاذه دعاء، ومنورانا دايما في قناه تانو صباح الورد. صباح الورد. والاستاذ عمرو عز الدين محاضر اسري وتربوي ومدرب حياه. صباح الورد، اهلا بحضرتك. صباح الورد منورينا. استاذه دعاء، انا عايز ابدا معاكي بالظاهرة أصلا. يعني دايما الطبيعي أن الفكر الحضري هو هو بالظبط، لكن لما الفكر من الريف يجي للحضر ويبقى فيه نفس الفكر اللي موجود، فكرة بيت العيلة وأن الولاد لازم يبقوا متجمعين وموجودين مع الأهل، انت شايفه الظاهره دي ازاي؟ لان هي بدات تبقى منتشره جدا. بنلاقي البيت الاب بيبني، يقعد طول حياته يشتغل عشان في الاخر يبني بيت يعمل دور لكل ولد من ولاده، وحتى لو بنت برضه بيبقى معمول حسابها فيه. احنا عايزين نقول حاجه، ان اللي موجودين في المدن هم اصلهم الريف، فهي الثقافه واحده لكن بتاخد قالب او شكل معين. موضوع ان بقى ان الاب بيبقى شغوف جدا على ان هو يعمل كيان كده لاولاده، وان هم يبقوا تحت عينه وتحت سيطرته تحت مسمى بيت العيله، انا شايفه ده نوع من انواع يعني الالزام المفرط. يعني انا كاب او كام ليه افرض على اولادي ان هم يبقوا تحت كده، يعني تحت سيطرتي؟ انا اربيهم على قيم ومبادئ معينه ان هم يبقوا كير بيا ويعتنوا بيا ويبقوا يدوني ويروحوا ويجوا عليا، مش فرض والزام ان انا ابقى يعني تحت عينيهم. يعني انا كأم انا ما افكرش التفكير ده، ما افكرش ان ابني او بنتي ان ربنا يبارك فيهم ان هم يبقوا معايا. بالعكس انا يمكن كمان مش بس عشان يقوم تحت السيطره، لكن علشان لما يكبروا في السن يبقوا معاهم، يبقى في ونس. انا ممكن اكون معاها في نفس البيت وانا مش مفيش اي علاقه بيني وما بين، وعلى فكره بالعكس ممكن يبقى في مشاكل كتيره. عارفه كل ما الواحد بيبقى بعيد، كل ما الواحد بيبقى عزيز، كل ما الواحد بيبقى في مكانه كده مستقل حافظ كرامته وبيعمل الاصول زي ما هو حابب، مش مفروضه او ملزمه عليه، يعني شايفاها ان انت من حقك يبقى ليكي مساحه الخصوصيه. طبعا كده في اقتحام للخصوصيه، اقتحام. وبعدين بصي، عايزين نبقى منطقيين. الحما طبعا هي زي امي، لكن هي مش امي، صح؟ حماية ابويا، بس هو مش ابويا. خلينا منطقيين. يعني اذا كان حماية او حماتي بتتخانق مع ابنها او بتتخانق مع بنتها، مش هتتخانق معايا؟ وهنا بقى الحساسيات بتكون اكتر. طبعاً يعني طبعاً ممكن تسامح ابنها، انما الطرف الاخر ليه احط نفسي تحت الميكروسكوب او تحت خانة النقد؟ بتشوفي اللود الاكبر، الحمل الاكبر او الاسترس الاكبر بيكون على الزوجة ام الزوج اللي مقيمين في بيت العيلة؟ لا طبعا الزوجة. الزوجة ايه ده؟ الزوج بيبقى لذيذ جدا وفي اللطيف، قاعد في بيت مع باباه واخواته ومامته ومقضيها والدنيا في اللطيف، وبيدلع من مامته ومن مراته. طبعا. وبعدين بيبقى في عنده نوع من انواع اللذة اللي هو انه شايف في حرب نفسية مقامة على ان هي ماما بتوجه وبترشد وانت المفروض تسمعي، يعني ماما بتقول. طب خلينا ناخد وجهه نظر تانية استاذ عمرو. يعني ممكن ايه يعني
في زوجات يشوفوا الموضوع غير كده، شوف ان هي هتقعد في بيت عيله، الاكل هيوصلها لغايه عندها، الولاد لما تنزل تروح الشغل هتسيبهم في مع يعني مع الاجداد. موضوع مصلحه يعني. هي القصه هو دايما في الغالب يعني بنلاقي ان الرجاله هي اللي بتوافق جدا، لانه كده بيبقى مطمن على على اسرته كلها، اللي هو مريح دماغه فعلا، هو مريح دماغه وحاسس ان الدنيا امان، وان هي لو في مشوار اخوها يعمله لها. طب استاذ عمرو، انت شخصيا عايش التجربه دي؟ انا عايش في بيت العيله. في بيت العيله كان الدوافع عندك ايه؟ يعني لما جيت بقى تتجوز لا انا اول ما اتجوزت خالص كنت في بيت لوحدي مستقل، وبعد كده كلنا انتقلنا للفيلا في التجمع كلنا مع بعضين. طب ليه بقى؟ الاسباب كانت ايه؟ يعني ليه ما فضلتش مستقل؟ هو الاستقلال حلو جدا. أي. هو المشكله اللي استاذ ضعاف بتقولها هي فعلا مشكله. أي. في حالتين اساسيتين. واحد ان واحد يكون عنده قيمه الاستقلاليه عاليه جدا، فمستحيل يقبل ان حد يتدخل في حياته. الثاني هي الاخطر ان الاب والام يكونوا من النوع اللي بيتدخل بزياده، متسلطين، اللي هو بزياده، ان هو مش شايفين ابنهم كبر ومش شايفين بنتهم كبرت. طول ما هو شايف ان ابنه كبر وانه بيعتمد عليه خلاص مش فارق، بيت عيله بقى مش بيت عيله، اكنك عايش. بس الامر ما يسلمش يعني، بس الامر ما يسلمش من برضه. بتكلم في نقطه يعني شبه خياليه، يعني اذا كان حضرتك ليك قدره معينه على تحمل ماما وبابا، انت عارف الناس لما بتكبر برضه بيبقى ليهم يعني استراتيجيات معينه في التعامل. صح. انت ابنهم قد ممكن ينفلت العيار منك سنه وتبقى انت ملام وكذا وكذا، ما بالك هي زوجتك او كذا، لو حصل منها اف او انا زهقت او كذا بتبقى الدنيا متقامه. صحيح. انت وقتها هتاخد ده من واقع تجربه يا استاذ عمرو. الاخبار ايه؟ على اهبطه وكانما هي مثلا خرجت عن المالوف، وان هي مش بنت قصور، وان هي وان هي وان هي. كلام حضرتك مظبوط. هتختلف بايه بقى؟ ان هي في بيت العيله لما يجي تقف دي، وهي في بيت العيله او في بيت لوحدها. لا طبعا بتختلف. انت جوزها هتستحملها او انا مش قفت ليه؟ ايوه قفت لمامته وبابا. بس حضرتك هتكون يعني انت مراتك هتستحملها، انتوا فاهمين بعض، في اتصال روحاني مختلف تماما عن ما بينها وما بين والدتك او والدك. يعني هي دلوقتي لو قالت، لو اتعصبت، لا انت مامتك برضو هتزعل لها. في نقطه كمان مها، في نقطه كمان معلش بدون مقاطعه لكلامك. معلش، انا بتجوز عشان انا ابقى ملكه في بيتي، ابقى براحتي، لابسه براحتي، نايمه براحتي، باكل براحتي. ايوه بس احنا لما بنتكلم، بس استاذ عمرو انا معاك على فكره، انا معاك ما تقلقش، بربي ولادي. بصي عايز اقول لك على حاجه، بس هي لما عارفه فكره هي برضو مستقله على فكره، هو كل واحد ليه شقه باب مقفول وبرضو في نفس الاستقلال. لا ما بتبقاش مستقله، بتبقى كل حاجه منقوله. انت كلتي ايه؟ شربتي ايه؟ ده على فكره بدليل، هتعملي ايه؟ بدليل ان الراجل اللي بيقال عليه بين قوسين ابن امه، لو النبي ساكن في امريكا، مامته دي هيبقى التقرير اليومي وراها، فما بالك بقى لو في نفس البيت. هي دي اللي انت قلتها كده صح. طيب استاذ عمرو، عايزين نسمعك، وبرده اتكلمنا عن التجربه وشعور الزوجه نفسها بيكون ايه؟ يعني هل هي حاسه مثلا ان هي مستقله، ولا طول النهار الباب بيخبط، طول النهار في حد عندها؟ انا مستقلين تماما خالص، اللي هو ما حدش ليه دعوه بيا خالص، اللي هو انت جيت امتى ما جيتش امتى، هم بيطمنوا عليك اللي هو العادي، الاطمئنان العادي، اللي هو لو انت في بيت تاني، اللي هو انت بخير انت مش بخير. اما تدخل، واللي هو انت عملتوا ايه؟ طب انتوا جبتوا ده ليه؟ طيب يبقى والدك ووالدتك بقى حاله استثنائيه، ان هم من الناس اللي بتحب الخصوصيه. انا عملت امبارح بوستنج على الفيسبوك خلاص، اكتر من واحد اللي عايش في بيوت، في ناس طبعا رافضه تماما، في اغلب اللي رفض هو ما عاش التجربه، واللي اغلب اللي موافقين هو ما عاش التجربه. انا ما اقولش. طب هقول لك على حاجه، ده في اوقات السلم، في اوقات الحرب بقى، يعني لما تبقى في مشاكل وصوت بيعلى ويبقى في ممكن هي ممكن تغضب مثلا تسيب البيت، هنا بقى بيكون موقف الاهل ايه وبيبصوا لها ازاي؟ عنده حكمه. لو الاب، لو الراجل ده او الست دي كل حاجه، انت ممكن تكون انت في بيت عيله العكس، تبقى هي البنت قاعده في بيت مامتها، وانت اللي قاعد هنا مثلا، وانت اللي بتدفع الايجار. فهو لو الام أو اللي هي الزوجه او الزوج ما عندوش حكمه، هو اللي هيبوظ الدنيا. لو كل حاجه هو بيطلع يحكي لمامته وبص عملت فيا وبص. طب حضرتك مش شايف انه من باب فطره الانسان حاجه مش مريحه؟ يعني هي مش مريحه، ممكن على فكره يبقوا ناس كويسين جدا، بس هي مش مريحه. الفطره الاستقلاليه، الفطره ما فيهاش استقلاليه، احنا ده قيمه احنا بنتوارثها، يعني انت قيمه بتحسها بتبقى انت محتاجها. يعني هي مجازا بتقول الفطره، بس هي يعني احنا بنقول على السلوك الانساني طبع. أيوة. على انك انت تبقى براحتك. لا براحتك، انت من حقك. اللاشعوريه دي اهم من الشعوريه. طيب انا عايزه افهم من استاذه دعاء، انت عندك قيمه ان انت بتحب ان انت تبقى في مجتمع، احنا مش الاصل ان احنا كل واحد بيروح يسكن في صحراء. ما احنا طيب انا عايزه افهم من استاذه دعاء يعني ايه. يعني اوجههم سؤال بعد اذنكم، لو حضرتك قلبنا وقلنا انك انت اللي هتروح تسكن في بيت عيله والد زوجتك، تمام، حضرتك عادي؟
يعني باعتبار ايه؟ بصرف النظر عن عن الحما والحماية، يعني بيتكلم عن مبدأ صفاتهم الشخصية. المبدأ نفسه احنا عندنا نقطتين هم دول اللي بيبنوا القاعدة. واحد ان هو يكون عنده قيمة الاستقلالية عالية، والتانية البيت سامح له ان هو يستقل. طب وانس ان انا عندي اللي هو قيمة الاستقلالية عالية، هل دي حاجة تعبني؟ لا طبعا. هل دي حاجة تقلل من شأني كزوجة؟ لا طبعا. يبقى ده حقي. أيوة حقك. هو أنا قلت إن لازم تروح بيت العيلة؟ لو لا هو بالتوافق طبعا. طيب لو أنت شايف معلش بقطع حضرتك معلش سامحني. لو الحما وهي عندها نوع من أنواع فرض السيطرة ومتسلطة وحبكة ودقة جدا وكل حاجة. هو حضرتك ساكنة في عمارة عموما، سيبك من بيت عيلة، ساكنة في عمارة والجيران عاملين لك مشكلة، المفروض تعمل إيه؟ تفرق حماتي مش هقدر أرد عليها. لا إنما لو أنا ساكنة في عمارة لا ده أمشي. ايوه هي كده. انا بتكلم انما حماتي لا في ضوابط يا استاذ. طب انا عايز اسالك على حاجه يا استاذ دعاء. لو الحما يا استاذ دعاء، لو الحما متسلطه، لو الحما هنا متسلطه وصعبه جدا في التعامل، طيب هي لو مش ساكنه معاها في نفس مكان السكن ده هيفرق ايه؟ يعني هو نفس التسلط، اللود هيبقى زياده وهتبقى المشاكل متشعبه جدا وقد تصل بيها ان هي تتطلق. يعني هي ايه اللي هيجي لها يعني؟ معلش طيب لو هو تعالي نقول تعالي افرض معاكي تعالي افرض معاكي ان الحما دي طيبه جدا والاهل طيبين، هنا بقى خصوصيه الزوجه في ان هي عايزه تقعد بالليل ما تعملش حاجه، مش عايزه، مش ضروري انا اروح اقعد لهم في بيتهم او اروح انزل اقعد في الجنينه او لازم اكون متواجده، والا ايه ده دي ما بتعرفش حد، مش عايزه تعرف حد، دي بالرويه. ايوه بالرويه. هي دي المشكله. بصي انت بصي يعني هقولها تاني زي ما انا ابتديت، الحما هي زي امي بس مش امي، والحما زي ابويا بس هو مش. طب اسالك سؤال تاني، لو البيت ده هو بيت اهلك انت مش تقبلي برضو ان انت تعيشي مع ودي بقى والدتك والدي؟ ربنا قالها في القران واما يبلغن عندك الكبر، هما اللي عندي مش انا اللي عندهم. تفرق تفرق. لا يعني مع احترامي يعني انا ربنا هو شرحها في ايه في القران. قال لما هم يكبروا هم يبقوا عندي، انا ابقى تحت عنايتهم وان انا اخلي بالي منهم وان انا راعيهم وان انا يعني كده، انما انا مش هبقى عنده. طب استاذ دعاء يعني يمكن استاذ عمرو برضو حكى تجربته الشخصيه لان هو مقيم في بيت هي تجربه تحترم. وحضرتك برضو عندك تجارب بتثبت العكس تماما وان ده كان من سبب الازمات. عايزين نعرف التجارب دي بس بعد طبعا ما ناخد اتصالات هاتفيه. معانا استاذه ولاء من الجردقه، اهلا بيكي، صباح الورد عليكي. استاذة ولاء صوتك بعيد قوي. الو صباح الخير. اهلا بيكي، اهلا اتفضلي. كده كويس؟ كده كويس اتفضلي. لو سمحتي انا عندي سؤال للاستاذة. انا يعني لو حمايا وحماتي كبروا في السن. تمام. وخلاص هم بقوا ناس يعني متقدمين في السن، مين اللي هياخد باله منهم؟ هبعتهم يعني انا كنا. طيب هنا انت هنا ايه الاختيارات المتاحه قدامك؟ ان انت اللي تروحي تسكني معاهم ولا هم اللي يجوا لك يسكنوا معاكي عشان تاخدي بالك منهم ولا ايه المتاح؟ انا مبات ابنهم فلازم انا اللي اروح اخد بالي منهم، مش حاطهم عند بنتهم. لا استاذه ولاء للتوضيح حضرتك بتتكلمي في جانب مختلف خالص عن الموضوع الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه. هي استاذه دعاء ما قالتش ابدا انه لما هم يبقوا محتاجين رعايه ما نروحش نزورهم ولا نراعيهم، لا يعني لا دي جزئيه ثانيه. نروح نزورهم حاجه وان احنا نفضل معاهم حاجه برضو ده مش موضوعنا خالص، يعني دي حالات استثنائيه. طيب طبعا برضو خلينا نعرف الحاله. طيب لو انت كلمتينا عن حالتك يعني انت بالنسبه لك تكلمي بشكل شخصي. ماشي عن حالتي ولا عن العموم؟ انا عايزه اسال يعني هم دلوقتي كبار في السن مش نروح نزورهم؟ طب هم محتاجين الزياره الساعتين ثلاثه الخمسه اللي احنا هنروحها؟ طب امال جوزوكوا ليه بقى؟ ما كانوش جوزوا ابنهم وكان قاعد معاهم؟ لو هو الموضوع مش كفايه الزياره لا تكفي يعني. عمره ما هيتجوز. ما هو بالظبط اديك حضرتك قلتيها اهو، اللي هيقعد عشان بس تبقى مهمته في الحياه مراعاه امه وابوه يبقى مش هيتجوز، هي سنه الحياه والاستقلال. لا بصي تفرق يا مها. طيب شكرا يا ولاء. شكرا. دي حاله ليها اكسبشن بالظبط، يعني هي لو انت يا استاذه مش عاوزه هي حره، انت مش عايزه دي انت مش ملزمه، ده مش فرض. انما هيبقى فضل وربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. طبعا يعني انت لو تقدري ده اجر وثواب تجاره مع ربنا. صحيح. فانا انا بحسك على انك انت تبقي بنت حلال مع حماتك وحماكي. صح طبعا ده حقيقي. طالما في ظرف مرض طبعا. طيب احنا بنشكرك يا استاذه ولاء. ومعانا استاذ مروان من اسكندريه، صباح الورد يا استاذ مروان.
صباح الورد عليكم. اهلا بيك. رايك ايه؟ بتشوف انه البنت دلوقتي تقبل ان هي تتجوز في بيت العيله ولا بتفضل الاستقلال علشان تجنبا للمشاكل؟ اولا يعني انا ضد يعني الزواج يعني في بيت اهل الزوجه او في بيت اهل الزوج. تمام. التدخل ايه في شؤونهم؟ ايوه. فتروح حضرتك واحد يعني عشان برضه ما يحصلش استغلالات بين الحموات والازواج. واولا من حق الزوج اللي يوفر لزوجته سكن مستقل. ومش من حقه اللي يرغمها على سكن قريب من اي احد اقاربه. تمام. طبعا يا استاذ مروان يعني استاذ مروان في بيت الاهل بيسبب مشاكل. يعني انا نعرف مثلا حما عندها 3 بنات متجوزين حضرتك معاها. تعرف الصنف اللي هي تتغدى منه لازم ال3 بنات يتغدوا منه. تمام. يعني بس دي سيطرة زيادة عن اللزوم. يعني الرجالة مغلوبة على أمرهم، بيتحركهم بالريموت كنترول. لو هي هتتغدى سمك لازم الثلاثة يتغدوا سمك. هتاكلوا سمك يعني؟ لازم الثلاثة. والله شربات. طب بس المهم هي اللي بتعمل الاكل ولا هم اللي بيعملوا في الاخر؟ وبعدين لما تكون لو هي اللي بتعمل يعني مفيش مشكله. في حالات هي ايه هتقعد ايه جنب امها يعني ايه يعني مش طب ثانيه يا استاذ مروان الموقف اللي حضرتك حكيته هي اللي بتطبخ اصلا هي بتطبخ لو هي اللي بتطبخ على فكره مفيش مشكله خالص ناكل زي ما هي عايزه مصلحه يعني نستغل بقى الموقف يعني شكرا شكرا يا استاذ مروان معانا كمان استاذ محمد من اسكندريه اهلا بيك أيوه. محمد صباح الخير مع الفكره ولا ضدها وليه السبب؟ لا انا مع الفكره بس في كلام الست الموجوده دي مش عاجبني. استاذه دعاء عبد السلام جسدنا ليه دعاء مش عاجبني؟ لا هي لها كل الاحترام بعد اذنك. ايه اللي مش عاجبك في كلامها؟ لان الاب والام ما بيتدخلوش في حياه عيالهم لما يكونوا موجودين معاهم خالص نهائي. يعني كل واحد قاعد في شقته مستقل. انت حضرتك عندك تجربه شخصيه في الموضوع ده؟ عندي انا سبت معايا 3 اولادي وما فيش مشاكل نهائيا وبقالهم اكتر من 11 12 سنه معايا. طب ما طبيعي يعني كلام استاذ دعاء ما عجبكش طبيعي يا استاذ محمد. طب يعني دي وجهه نظرك ولا دي وجهه نظرهم؟ لا انا وجهه نظري ان الاب بيكافح عشان يخلي عياله معاه وتبقى اسره متكامله باحفاد متكامله ويعيشوا حياه كويسه. يعني لما تقول لك انا عايزه ابقى مستقله واقلع والبس واعمل لا لا يا استاذ لا استاذ محمد الموضوع كده استاذ محمد هي مش بتتكلم استقلال ان هي تكون منفلته في التصرفات. هي مش بتتكلم على كده. هي بتتكلم على بس حته انه ما يحصلش حساسيات زي ما بيقولوا. يعني ما يحصلش يا ست يبقى كل واحد قاعد في شقته. ايوه بس ساعات يمكن انا راجل مسن يعني حضرتك يعني هقعد النهار الف على شقق عيالي؟ لا يعني حضرتك دي للشقه دي للشقه دي حضرتك لا والله هقول لك حاجه لا يعني حضرتك ممكن تكون حاله استثنائيه ما يعني بتحترم خصوصيه ولادك برغم ان انتوا في بيت واحد انما في ناس ما بتحترمش ده وبيبقى هدف اصلا بيت العيله هو التسلط. يا ست احنا كلنا بنمشي انت ومالك لابيك حسب الشرع والدين. طب ده ما ايه علاقته في ان انتوا تبقوا في بيت واحد؟ طب ما انت ممكن تجيب لابنك شقه في حته ثانيه مش لازم نفس البيت. يعني موضوع المال والحاجات دي مش قياس في الحديث دلوقتي. خلاص يبقى وجهه نظر مختلفه. انت ومالك لابيك ده يعني احنا بنرحب بوجهه نظرك مش بنتقبل ليك يا استاذ محمد. حضرتك شايف الفكر ده يعني هو طبعا يحترم جدا فكره بس هو شايف ان هو ده المثالي. طيب ان الولاد لازم يكونوا ساكنين معايا في نفس المكان هو شايف كده ويكون في احفاد وهو اصلا دورهم هو شايف كده ومبسوط وابنه اتجوز واحده وعرض عليها ومبسوطه خلاص هم حرين. اما هو ما يفرضش تعرف منين ان هي مبسوطه ولا هي سالها من الاول. هو لا انا لو واحده جات لي في الاستشاره بتسالني بيت عيله ايه رايك؟ هقول لها هم برضو حاجتين انت مامته هو ابن مامته اللي هو الكلمه بتاعته اللي هي ما يقدرش يرد عليها هو مش طب انا اقول لك على حاجه يا استاذ عمرو. احيانا تدخل الاهل ما بيكونش اعمل كذا خلي مراتك تعمل كذا ما بيبقاش بشكل اوردر لكن بيبقى بشكل ايه دردشه افكار بيتشبع بيتشبع بيها تماما لدرجه ان هي بتكون افكاره هو بتنعكس على الحياه جدا. لو هو بص نفس مامته اللي بتقول ده ممكن بإيماءه على فكره مش بس الام الابهات مع الولاد بيبقى رايهم مش زي ما يكون ده لحقنه يعني تمشي في دمه على طول. الراجل بيجي يقعد على القهوه تلاقي يعني لو هو بيتعامل حلو ايه يا عم انت بتعملها كده ليه؟ الستات ما بتجيش غير بكده والست على فكره الستات ده اكتر حاجه طبعا ايوه احنا هل ده معناها ان انا اقول لا بص احنا نمنع التليفونات ما تكلمش صاحبتها خالص عشان هي البيت يبقى كويس؟ هو ده الصح؟ طيب احنا هنستأذن حضرتك في استاذ زكي من المنصوره ونشوف رايه ايه. استاذ زكي صباح الورد. الو
الو صباح الورد، حضرتك مؤيد ام معارض بان الزواج يكون في بيت العيله؟ يعني اما تتزوج تسكن في بيت العيله وليه؟ بس ممكن حضرتك توطي التلفزيون خالص عشان تسمعنا؟ حاضر. بصراحه انا لسه التجربه ما دخلتهاش، علشان ولادي لسه يعني ثانوي عام واعدادي وكده، صبيان وبنات. بس انا لسه طبعا ان انا اجوزهم معايا في البيت علشان افرح باولادهم يعني كده. ده حاجه الواحد ايه المانع يا فندم ان حضرتك تفرح بيهم وهم في بيوتهم ويجوزوا معايا وافرح؟ طب حضرتك اتجوزت في بيت عيله؟ حضرتك يا استاذ زكي اتجوزت في بيت عيله؟ ممكن توطي التلفزيون؟ لا انا كان ليا ظروف ان الوالد متوفي والوالده متجوزه زوج تاني يعني في بلد تاني. ممكن حضرتك توطي التلفزيون؟ وطيته دلوقتي مش كده؟ لا خلاص الصوت. معانا كمان دكتوره زينب. صباح الخير. صباح الورد، اهلا بحضرتك. على فكره هو سؤال موجه للسيدات، هل توافقي ان انت تتزوجي في بيت العيله؟ راي حضرتك ايه؟ انا كان ليا تجربه ان انا كنت طول عمري في بيت عيله، والحقيقه دي تجربه جميله جدا. ويعني عشنا طول عمرنا الاسره مترابطه والاولاد مترابطه والاحفاد مترابطه. انا يمكن دلوقتي نقلت من بيت العيله، ويعني حماتي وتوفاها الله، انما دي بتدي فرصه للاولاد تبر اهلها جدا وتبر والدتها. انا شايفه الحقيقه ان الاستاذه اللي كان قبلي ده عنده حق، وانا شايفه انكم متحاملين على حاجه احنا شايفينها الايام دي، ان كل الاولاد رجعوا بقوا زي اوروبا. بعد شويه الاهالي دول هيترموا بالعكس يا دكتوره زينب. دكتوره زينب بالعكس، ده الاتجاه العكسي هو اللي حصل. حضرتك لما تيجي في المدن الجديده طب دكتوره زينب بس ممكن تسمعيني؟ ما بيهتموش باهاليهم خالص. ممكن حضرتك تسمعيني عشان تعرفي وجهه نظري؟ حضرتك لما تمشي في المدن الجديده تلاقي كلها بيوت عيله، تلاقي البيت فيه مثلا ثلاث او اربع ادوار، كل دور يعني لحد من العيله. فبالعكس احنا اتجهنا اكتر للي كان موجود قبل كده. دكتوره زينب، استاذه دعاء عبد السلام كاتبه صحفيه ومن المعارضين، لانه نكون يعني انا شايفه ان انا عايزه اتكلم. انا شايفه ان الاستاذه دعاء يعني معارضه بطريقه غريبه جدا. لما حضرتك تكبري ان شاء الله ويديكي ربنا العمر هتعرفي ميزه الحكايه دي. طب هي عايزه تسال حضرتك سؤال، هي عايزه تسال حضرتك سؤال. الكبار يبقوا ناس متعقلين والولاد يبقوا لطاف معاه. طيب هي عايزه تسال حضرتك سؤال. الحمد لله يعني حضرتك. انا يعني الحمد لله انا عايزه اقول لحضرتك ان انا ببر اهلي، والحمد لله ربنا سخرني لامي وابويا الله يرحمهم ميتين في بيتي في حضني وهم داعيين لي الحمد لله، واولادي يعني ربنا جعلهم اولاد رحمن وان شاء الله منتظره منهم المزيد. اللي انا بتكلم فيه يا استاذه، قد تكون ليكي انت قدرات مش عند غيرك، وقد يكون لي انا قدرات مش عند غيري، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. حضرتك بما انك دكتوره المفروض على درجه علميه عاليه جدا من العلم والثقافه والوعي، انك انت ما يبقاش الموضوع واخد شكل او مسار عاطفي بحت، لازم نكون عقليين وموضوعيين. انا دلوقتي كأم ما افرضش على ابني او بنتي ان هم يعيشوا معايا، لا ده اختيار ليك. وحتى لو هم قالوا لي يا ماما احنا هنعيش معاكي، اقول لهم لا هيبقى في كذا وهيبقى في قيود وهيبقى. دي الام العاقله الحكيمه الموضوعيه اللي عايزه لاولادها الراحه الحقيقيه. التفكير اللي انا بشوفه غالبا دلوقتي بكل امانه هو تفكير انوي. انا دكتوره زينب الخط اتقطع، يا ريت لو ترجعي تتصلي بينا مره ثانيه عشان نكمل الفكره. اربي حبيبه وحمزه ولادي على ان هم يبقوا فعلا برين بيا. هما وانس دلوقتي مش معايا، لكن بتليفون او بمكال او بزياره او احس معاهم بكل انواع البر. خلينا ننزل والأمان. الواقع، ودي يمكن كان سؤال مؤجل لان دي تربيه يا دكتوره، دي تربيه. حضرتك دي تربيه، ومن شب على شيء شب عليه. انا مش انا كأم مش هلزم اولادي ان هم يبروني، انا اربيهم ان هم ازاي يبروني اما اكبر. صح استاذه دعاء، مش يعني ان انا اروح ابني بيت وافرض عليهم اقول لهم واكسر عينهم بمبدا اطعم الفم تستحي العين. طب انا عشان بدفع لك وعشان بجيب لك انت تعيش معايا عشان تبقى معايا؟ طيب ده مش منطق. الظروف الاقتصاديه ساعات بتفرض على البعض ان هو يوافق على كده. انا في نموذج عايزه اقوله قبل ما انسى. ام عندها خمس رجاله. ايوه تمام.
وعايز اقول لك يعني الست دي نموذج للحما بين قوسين اللي هي اللي بنشوفها في السينما. جبروت القدره جبروت اللي هو الجانب السيء يعني او جدا تمام. الخمس زوجات لابنائها هم عباره عن خدمات بمعنى الكلمه. يعني في تعبير واحده قالته انا بشتغل في السخره. يعني كل واحده ليها وظيفه، كل واحده ليها مهمه، وكلهم قاعدين في بيت واحد. دي عليها مهمتهم ودي عليها كذا ودي عليها كذا. دي حاجه هايله قوي قويه جدا، وما تقدرش واحده تتكلم، وماشيه معاهم بمبدا اللي هو اطعم الفم تستحي العين، اللي هو ملكه النحل. هي من ملكات النحل. برافو. تقعد كده وتدي اوامر. انت قصه التربيه برضو. انا رفضت من الاول خالص ان ابني من حقه اساسا انه يختار. بالزبط. يختار كل حاجه. أشفرد هو عليه. انا عملت له بيت، حبيت تختار والله، عاوز تسكن اسكن، حبيت والله تاجرها وتروح بنفس الايجار ده تروح حته ثانيه. انا عايز اقول لك حاجه كمان والله العظيم بجد بامانه، يعني انا انت عارفه ماما الله يرحمها كانت حاجه يعني نموذج صحيح يقتدى بيه الله يرحمها. كانت ترفض رفض بيت ان هي تيجي تقعد عندي او تقعد عندي، وكانت شاعره ومثقفه. لا ما هو ما حضرتك على حاجه، لا ما هو العكس بقى صحيح. هي ممكن ترفض تقعد عندك، انما انت لما تروحي تقعدي عندها هي كده هي عايزه كده. جميل جدا، فاهمه؟ بس انا عايزه اقول لك حاجه، هي تربيه. مع ذلك انا برضو ما قدرتش ان انا غير ان انا اقبلها، غير ان انا بقى تحت رجليها. طب نسمع يا استاذ عمرو رايك. كمل بس وجهه نظرك. اتفضل اتفضل. هي لا مفيش اي حاجه. القصه انا الاول احنا بنربي اولادنا في الغالب ان انت اساسا بتفرض رايك عليه في كل حاجه. حتى انا في وفي الكليه الجامعه يدخل ايه كاريره ايه من اول. هيلعب ايه رياضه؟ ايوه. يعني انا في ام جات لي في مشكله اللي هي بنتها ما بتختارش حتى. طب ادخلي البيس، لا اختاري اللي انت، مش اعملي انت. دورنا ايه السبب؟ لا مامتك كانت بتفرض عليها لعبه معينه كل يوم، وكل يوم البنت بتصحى الصبح بتعيط. طيب يبقى التنشئه غلط بالاساس يا استاذ عم. طب اخيرا بس في تليفونين، اخر تليفونين في الفقره علشان الوقت. ناخد استاذه حنان. صباح الورد يا استاذه حنان. الو. أهلا. ألو. أستاذة حنان صباح الورد. وسريعا السؤال بيقول، هل حضرتك تقبلي أنك تتزوجي في بيت عيلة أو لا وليه؟ لا طبعا. أولا أنا أم ومجوزة ابني ومجوزة بنتي، وأنا مع الأستاذة دعاء في كل كلمة بتقولها. طب ما أنا ممكن أجيب ابني يسكن في بيتي وبنتي وما يبقاش في بر بينا، وأبقى متضايقة منهم، ومرات ابني ما بتنزلش عندي، وأبقى أنا حطها بقى في دماغي دي ما بتنزلش. بالعكس أنا مجوزة ابني بعيد في نفس البلد، بس ابني مرات ابني صاحبتي جدا وبنتي جدا وحبيبتي جدا، وابني بر بيا جدا، و والعلاقه بيننا الحمد لله الحمد لله حلوه جدا. ايه الفرق بقى؟ ان انا افرض على ابني يقعد معايا في نفس البيت وابقى مش طايقه مرات ابني ولا هي طايقاني، وقاعده مركزه مع مرات ابني. دي سالت عليا، لا دي ما سالتش عليا، دي عدت عليا وهي نازله، لا دي ما عدتش عليا، وافضل العلاقه بيننا سيئه جدا. ليه يا جماعه؟ ليه احنا بنفرض على اولادنا ان غصب عنهم عشان احنا نعمل لهم بيت وعشان احنا نديهم لازم يقعدوا معايا، لازم يقعدوا معانا، ولازم نجبرهم ان هم لا لازم تقعدي معايا، لازم تعدي عليا، لازم ناكل مع بعض. ليه ما نسيبش كل واحد براحته؟ صح. شكرا لحضرتك، طبعا راي حكيم جدا. استاذ عمرو تعقيب اخير ليك. هو اخر حاجه، انت لو مربي هكمل نفسي اكمل النقطه. هو انت لو مربي الولد من الاول على الاستقلاليه وانه من حقه انه يختار اللي هو عاوزه، والولد لما يجي يتجوز بعد كده ما فرضش الكلام ده على زوجته. يعني انا لو واحده اي واحده هتسال اتجوز في بيت عيله ولا لا، شوف الظروف ككل. يعني في بيوت عيله ناجحه وفي بيوت عيله خربت خلاص، هي سنه واحده جواز وكانت انتهت بالطلاق بعد خناقات كبيره دمويه. يعني طب حضرتك مش شايف انه التحديات بتكون اكتر على الموافقه على الوجود في بيت عيله؟ وخصوصا يعني كمان بالنسبه يعني للشاب، يعني الحياه الزوجيه اوريدي تحدياتها مش سهله. هو الولد كده كده بمصلحه بالنسبه له، اخذ البيت غالبا. انت لما في كده انوي اي شكرا. لا انا مش على حضرتك. اللي هو اللي بيفكر ان هو يقعد، هو دلوقتي انا لما اخد ارض في التجمع يعني اخد ارض في التجمع بسعر مناسب وابني عليها، يبقى اقتصاديا. حضرتك بتتكلم اقتصاديا. ده موضوع تاني. طيب احنا طبعا الموضوع ده متشعب وعايز اكتر من فقره. فاحنا بنشكركم شكرا جزيلا. احنا بس يعني بنحاول ان احنا يعني يبقى فيه كده نقاط ضوء، نفتح نقط للمشاهد عشان ياخد باله برضو من حياته من قراراته في الحياه. بنشكركم شكرا جزيلا. استاذه دعاء عبد السلام الكاتب.
الاستاذه الصحفيه صباح الورد. صباح الورد. والاستاذ عمرو عز الدين محاضر اسري وتربوي ومدرب حياه. صباح الورد. نورتونا النهارده، شكرا ليكم. ومشاهدينا بعد الفاصل هنرجع مع حضراتكم مع الفقره الحواريه الثانيه.